لي الرئيس عطانا واحد الفرصه مهمه باش تعرفنا على الاخوان عن قرب في هذه اربع اشهر اللي احتكينا مع بعضنا، فشفت بلي انه فعلا ما يملكه المجلس ديال المقاطعه من كفاءات ومن قدرات، يعني يستطيع انه هذا المجلس ماشي يكون رائد فقط في مدينه طنجه على مستوى المقاطعات بل على مستوى الوطن، واقولها واكيد ذلك. ولذلك ملي كنبقى نشوف انا نواب ديال الرئيس للاسف الشديد لحد الساعه سنتين وما عندوش حتى تفويض، ما كنفهمش كيفاش انه الرئيس باقي كيفكر انه يعطي شي نائب معين واحد التفويض في مجال. ولذلك انا نحاول نتكلم على واحد اربعه الامثله الى ثلاث امثله اللي كتبين هذا المهيئ. وطبعا ما نتكلمش على بعض الامور اللي هي واضحه يعني للعيان. دابا حتى واحد فيكم ما يقدر ينكر التردي ديال الخدمات اللي كاين على مستوى المصادقه على الامداد، لان غير تكون جايز لك الطوموبيل وانتينا جايز قدام شي ملحقه اداريه او المقاطعه وهتبان لك هذيك الصفوفه والازدحام اللي كاين على مستوى هذه الخدمه اللي هي خدمه اداريه واللي المفروض انها تكون متوفره وبسلاسه. للاسف الشديد وقع واحد التراجع كبير في هذا المجال، وما نتكلمش كيفاش انه مكتسبات جبناها في المرحله السابقه انه مرافق اجتماعيه وثقافيه جبناها للمقاطعه في الوقت اللي كانت تابعه للمجلس ديال المدينه، تم التخلي عليها والاغلاق ديالها بواحد السلاسه. كيفاش تم الاغلاق ديال دار الحي وصبح دابا الان فيها الارشيف ديال التعمير؟ كيفاش تم الاغلاق ديال المكتبه اللي حققنا فيها واحد الانجاز مهم هو انه دخينا فيها واحد 15000 كتاب وواحد شحال ديال التلاميذ اللي بقاو كيولجوا لينا الى غير ذلك؟ الخطير في الامر هو انه سمعنا دابا حتى ديك القاعه ديال الاجتماعات اللي استبشرنا اخيرا انها تعمل واحد الديناميه ثقافيه في ديك المنطقه، تم الاغلاق ديالها لحد الساعه باقي عندنا اسئله مجهوله ما عرفناش علاش، لانها باقا جديده كيفاش هتشد ما فهمناش، بغينا اجوبه على هذا الشيء. وطبعا ما نتكلمش على بعض المبادرات اللي هي مكتسبات ديال المجلس اللي تقتلات، وللاسف انا متاكد ان فاطمه الزهراء اللي كانت مكلفه بهذا المجال لو كانت تفتح لنا المجال كانت تحافظ عليها. الخدمه ديال الاكرام ديال الميت اللي تخلقت لها واحد العدد ديال الامور اللي كانت مهمه، الخدمه ديال التميز اللي كنا عملناها على مستوى التشجيع ديال المتفوق، كانت تقريبا اكثر من 150 متفوق متفوقه في المقاطعه كانوا كيستافدوا من الدعم، الخدمه ديال الاسعاف اللي كنا كان للمجلس المقاطعه عملها لصالح المرضى باش يتنقلوا سواء داخل المدينه او خارج المدينه. اللي فيما كنمشيو للمقاطعه كنشكروا ديك الاشغال ما عرفناش علاش تعطلت، وانا كنسمع مع السي غيلان انه هذيك الاوراش اللي هي المفروض انها يعني باش تربط ما بين ملحقتين كلفت 2 مليون درهم. انا نطرح واحد السؤال، كيفاش انه الملحقه الاداريه اللي ضفناها في المجلس السابق اللي بالمناسبه جبرناها من 97 وهي تابعه للمجلس ديال المقاطعه، تا سي نذكر السي محمد خي الرئيس السابق مشكورا اتصل بالسيد الوالي باش استرجعنا ديك الملحقه الاداريه ما كلفتش مليون فاصله ثلاثه الدراهم. كيفاش هذيك التجهيز ديال ديك الملحقه كامله بمليون فاصله ثلاثه وملي كنمشي نشوف دابا غير واحد الباساج 2 مليون درهم؟ فانا كنطرح على اكثر من علامه استفهام على هذا الامر. وطبعا ما نتكلمش على الانحرافات السلوكيه اللي شفناها مع السيد الرئيس اللي مارس واحد العدد من الاعتداءات سواء الماديه والمعنويه بحق واحد العدد من المستشارين السابقين والحاليين، ولا شك ان اخرها ما بورس في حق المستشار الاخ احمد بروحو اللي تعرض لواحد العنصريه مقيته على اساس جغرافي، وهذه تعود الى واحد يعني تمتاح من واحد القاموس ديال العصور المظلمه، وللاسف الشديد انها تمارست داخل واحد المهيئه دستوريه ومؤسسه دستوريه امام مراه ومسمع من الجميع. للاسف الشديد ومن رئيس مؤسسه دستوريه منتخبه ولم يعتذر. انا ما نتكلمش على هذا الشيء فقط نتكلم على بعض النقط. النقطه الاولى هو الاناره العموميه. الاناره العموميه وقع واحد التراجع مهول ولا توسط واحد العدد ديال الطلبات اللي لم تنفذ، وكنعرفوا ان الاهميه ديال الاناره العموميه، كنعرفوا ديك الراجل الكبير المسكين اللي كيمشي للفجر وكيحتاج ديك الاناره العموميه باش يوصل للمسجد، وديك المستخدمه اللي كتمشي للمعمل وكتخرج بالليل وكترجع بالليل وكتحتاج ديك الاناره العموميه في الوقت اللي كنجبروا انه الاستجابه لهاد الطلبات يعني تراجعت بواحد الوتيره كبيره جدا. انت تكلمتي جوج ساعات ونص في الدوره، جوج ساعات ونص وتحدثتي على امور شخصيه ديالك، نعم هضرتي على بنتك وهضرتي كذا وانت واحد ما وقفش باش نكونوا عارف. ولذلك انا بغيت
نذكركم بالوعود الانتخابية اللي خرجت بها في الحملة الانتخابية اللي وعدت بها واحد العدد ديال المواطنين، وربما راهم كيسمعوا الآن. هاد المواطنين وعدتهم لأنكم غتعطيهم رخص ديال البناء. بغينا نعرفوا النتيجة، لأنه ملي كنمشي دابا نشوف النتيجة شني كنجبر؟ كنجبر باللي أنه الحصيلة ديالكم في 2022 تقريبا 600 وشي حاجة ديال الرخص، وفي 2023 تقريبا 700 وشي حاجة ديال الرخص. في الوقت اللي بالمناسبة أنه في المرحلة السابقة الحصيلة كانت هي 5000 رخصة، تقريبا 4900 بالضبط رخصة، بمعدل 800 رخصة سنويا، بمعنى أنه ما وصلتيش حتى للعتبة اللي كانت في المرحلة السابقة. ما فهمتش؟ شي واحد يفهمنا كيفاش كنتي كتنتقل للمجلس السابع لأنه ما كيعطيش الرخص ديال البناء، وانتي هنا هذه المرحلة ديالك ما وصلتيش لديك العتبة؟ هذا السؤال كيبقى معلق، بل أكثر من ذلك والأخطر، وهذا تم الإشارة إليه، وزاد عقد الأمر، لأنه هذا الثلاثة ديال النسخ ديال البي آ ديال بلون داميناجمون السابقين، كتعمل شي واحد المجهودات كبيرة. في عدد من الأمور اللي كنا محافظين على مناطق باش تكون زاد آخر. الآن في النسخة الأخيرة، السلوكات الصدامية مع المسؤولين المتدخلين في الميدان ديال التعمير تحولت إلى بي آ، وتحولت إلى مناطق ديال يعني تجزئات اللي كيصعب فيها المسطرة ديال البني. ولذلك يعني إلى 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 كان شي يعني شي حاجة في هذا الإطار، أنا نتمنى السيد الرئيس أنه بل أكثر من ذلك، عدد من المناطق اللي كانت المساحة ديال البني 120 هبطناها من 80 متر مربع إلى 65 متر مربع. لذلك وحتى أكثر من ذلك وصلنا أنه حتى الرخص اللي واجدين في المنصة الإلكترونية كيبقوا منتظرون دابا حتى المنصة الإلكترونية، الرخصة سوف تكون الشروط باقي خصها غير الإمضاء ديال الرئيس، وكيبقى يعني السويف ديال إعطاء الرخصة للصاحب ديالها والابتزاز ديالو بواحد الطريقة. هذه وصلتنا عدة شكايات في هذا الإطار. ولذلك إذا كان هناك كنظن أن المشروع ديال المنصة الإلكترونية والمشروع ديال الرقمنة عموما، النظام ديال الرقمنة اللي اعتمدته الدولة، علاش جا باش يحارب مثل هاد السلوكات، وجا باش يحارب مثل هاد الفساد، وباش يمنع اللقاء المباشر باش هذاك المواطن يمشي يتسلمها مباشرة. الطريقة ما خصهاش نعاود عليه كذلك، في المرحلة السابقة تقريبا 24000 متر مربع في الإسمنت المطبوع، وتقريبا 10000 متر مربع في الزفت، ما كنشوفش انا هادشي، حتى في صفحات الصفحات ديال المقاطعه ما كنشوفش هادشي. ولذلك انا بغيت نستفسر السيد الرئيس باش نقول بلي انه فعلا هذا عبث، وهذا استهتار تدبير ديال الشؤون ديال المقاطعه لابد انه يقف. وانا كنعتقد ان الوضع دابا ديال المقاطعه وهذا الانهيار ديال المسافات ديال المقاطعه اللي المفروض ان على اساسها يعني تخلقت هذه المقاطعه يقتضي اعمال الماده 76 اللي فيها إخلال مباشر في السير العام ديال مصالح ديال المقاطعة. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.